شو عاد؟ من بداية هالأسبوع ونحن عم نتعرف على مشروع يونيفرسال تاور، خلال كل حلقة كنا عم ندخل بأدق التفاصيل لنعطيكم صورة شاملة عن هالمبنى الرائع الموجود بمنطقة الروشة. بآخر انترفيو مع السيدة مريم غدار مديرة التسويق والمبيعات بشركة غدار كونستراكشن، رح نتعرف على الأسعار، التسليم والتسهيلات بالدفع، أكيد بالإضافة لباقي فقراتنا editorial. وصلنا لآخر حلقة بهالأسبوع مع السيدة مريم غدار مديرة المبيعات والتسويق بشركة غدار كونستراكشن. اليوم مريم رح تخبرنا أكثر عن الأسعار والتسليم بمشروع يونيفرسال تاور بالروشة. بونسوار مريم. بونسوار. خبرينا أكثر عن الأسعار بهيدا المشروع الحلو. بس شوف هيك مشروع بتقولي يمكن الأسعار غالية، تسألي حالك، بس خبرينا مزبوط. العالم لما بتشوف دغري، لما بتشوف بهيدي المنطقة شقة هالقد بهالضخامة ومشروع بهالضخامة، أكيد بيقولوا لا ما بدنا، لأنه أكيد ما أفضل ما نسأل ونعذب حالنا من يعني الأول. بالعكس انا بقول لهم يسالوا، لانه في عالم متخيله انه الاسعار كثير غاليه ويمكن ما يقدروا يشتروا يعني. صح مزبوط، بس نحن اسعارنا مدروسه كثير منيح حسب الاسواق الماركت برايس يعني. اوكي. والعالم اكيد رح ترتاح، بس اتليست تسال ورح تعرف انه عم تسال الشخص المزبوط، لانه اسعارنا كثير مدروسه وكثير معقوله وفيها تكون شوقتنا نعرف قد السعر، بس ما كثير رح نحكي بهالتفاصيل هلا. عم بتقدموا شيء تسهيلات بهالمشروع؟ اكيد هلا نحن منقسط لحد التسليم، واكيد في عنا بنك، كذا بنك يعني فينا نتعامل معه كرمال نعمل تسهيلات بالدفع ونتعامل معه، نحن بنأمن له تسهيلات مع البنك. وهل يونيفرسال تاور هلا جاهز للسكن يا ما بعده؟ لا هو عم بيتعمر. بعد بده سنه تقريبا للتسليم. أوكي. يعني بعد هلا اكيد ما انه جاهز للسكن. شو مشاريع غدار كونستراكشن المستقبليه؟ يعني مع هذا التيم الكبير اللي نحن فيه اكيد رح نعمل مشاريع بعد كثير بلبنان، وما رح نوسع برا لبنان، لانه لبنان لو شو ما مر عليه حروب بضله عامر وبضله السوق العقاري فيه كثير قوي. نحن هلا بدنا نعمل مشاريع سكنيه، وكمان في عنا مشاريع تجاريه بيورلي تجاريه. حلو. كمان رح نعملها. مريم غدار بدي اشكرك لوجودك معنا خلال كل هالاسبوع ببروبرتي يورز. تحب تضيفي شيء قبل ما نختم الحلقه؟ اكيد انا بدي اقول انه نحن كغدار جروب نحن عائله وحده، تيم واحد، من ديفلوبر لاي عامل نحن بنتعامل بنتطور سوا، بنتعامل كلنا كعائله وحده بنتطور سوا وبنتقدم سوا. انا بدي اشكر المهندس حسيب ابراهيم اللي هو مسؤول اركيتكت عن كل مشاريعنا ومسؤول مسؤول كمانجمنت عن كل مشاريعنا، ونحن عن جد منهني غدار كونستراكشن، منهني الاركيتكت، لانه عن جد شفنا شغل كثير حلو، وان شاء الله تضلكم دائما بهالهمه. جود لك للمشاريع الجديده. ثانك يو. بريك قصير ودغري بعده منتابع ما تبقى من بروبرتي يورز. رجعنا سوا من بعد البريك، وهلا يور بروبرتيز. اليوم كمان رح نعمل جوله مع الريل استيت ايجنت شادي معوض لنتعرف على عقارات للبيع. نحن بمنطقه الكسليك وعم نشوف شقه سكنيه للبيع مساحتها 254 متر مربع، طابق ثالث من بناية عمرها 16 سنة، تبعد ثواني عن الأوتوستراد وبتتميز بموقعها الرايق. طلعنا على الشقة من الأونتريه، شايفين إنه بيلقط كل الأريز تبع البيت.
على يميني في غرف نوم أربعة، واحدة منهم الماستر بدروم، على شمالي تواليت ضيوف مع الكيتشن وفاميلي روم كمان. منفوت على الريسبشن اريا المؤلفة من صالون وأوضة صفرة. منشوف كمان في سبليت اي سي مع اي سي سنترال بهالمنطقة وانستالاسيون كمان للشمينيه. من هون بنطلع على اكسي للتراس لبرا لمنظر على البحر. هيدا المطبخ هون، الغرفة الأساسية بالبيت اللي هي الماستر بدروم مع حمامة. من بعد ما برمنا بشقة الكسليك شفنا انه مواصفاتها مميزة، 254 متر مربع مستفاد منهم بطريقة ذكية، أربع غرف نوم واحدة منهم ماستر، مطبخ واسع بالإضافة لفاميلي روم، بلاتر خام بكل البيت، اي سي سنترال، سبليت اي سي يونت بكل أوضة، بالإضافة لباركينج تحت الأرض، كاف تحت الأرض، بناية موقعها مميز، رايق، مطلة على البحر وعلى الجبل، كل هولة ب 440 ألف دولار. شقة سكنية للبيع بمنطقة اليرزي، تحديداً بتلة الريس كضائب عبدة. هالشقة مؤلفة من 200 متر مربع بأول طابق من بناية كتير مرتبة، 80% تقريباً تلبيس حجر. خلينا نفوت على الشقة وناخد تفاصيل أكتر عنها. هيدا مدخل الشقة هون، مثل ما شايفين الشقة جديدة بعد under construction بمراحلها الأخيرة. على يميني تواليت ضيوف، رح يكون في أكسسوارات أوروبية، كمان أكسي على يميني للمطبخ وغرف النوم، وهون الريسبشن أريا. الريسبشن أريا مؤلفة من ثلاثة أكيد، صالون، صفرة وأوضة قعدة. بوجه دغري في واجهة عريضة كبيرة دوبل فيتراج أكيد، مطلة على جبال الصنوبر وبيروت بالإضافة إلى المطار. على يميني كمان واجهة تانية. البلاط رح يكون بلاتر خام 60x60 نوعية البوتشينو. وخلينا هلأ نفوت نشوف الغرف والحمامات. هيدا المطبخ هون، وهون الماستر بدروم أريا، بتبلش بحمام وراي ووك إن كلوزيت، وأكيد الغرفة الأساسية مع أكسي على تراس وشباك للفيو. شقة بتتضمن ستوريج تحت الأرض، 2 باركينج من خلال بوابة على الكهرباء، جنريتر للبناية، نظام طاقة شمسية للمي السخنة، عمار سوبر ديلوكس دوبل متراج دوبل مير. شقة 200 متر مربع باليرزي، 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر بدروم، حاليا بالسوق ب 490 ألف دولار. لكجوريس أبارتمنت للبيع بقدمة، ثاني طابق بتتألف من 355 متر مربع مع 150 متر تراس وجاردان. خلينا نشوف الشقة سوا. بتتألف من صالون، أوضة صفرة وأوضة قعدة. خلينا نشوف أوضة القعدة. هي أوضة القعدة واسعة، في لها شمينيه، وأكيد كمان مطلة على الفيو تبع الشقة. هون في عنا الصالون. الصالون واسع كمان، مفتوح على الفاميلي روم وعلى الدايننج روم. مطبخ واسع كتير حلو، وأكيد من المطبخ على أكسي باللوندري روم والميد روم اللي بيطلعنا دغري على التراس والجاردين لبرا. في عنا أربع غرف نوم، اثنين منهم ماستر بدروم وأربعتهم فيهم أي سي سنترال. هيدي أول أوضة نوم، هيدي تاني أوضة، تالت أوضة نوم إلى أكسي على التراس، وأكيد آخر أوضة، رابع أوضة اللي هي الماستر بدروم، واسعة مع خزانات شمال يمين كمان سنديان. خلينا نطلع هلأ نشوف التراس مع الجاردان. ومثل ما شايفين في جسر بيوصلنا من المطبخ على التراس والجاردان. بنرجع منعيد، 150 متر مربع تراس وجاردان. على يميني في باربيكيو، بيلت ان باربيكيو من حجر، بار للسيرفيس، قعدة كمان، قعدة تانية مع قدحتها بيرجولا كمان. هون بالنهاية في سيرفيس اريا
تستفيدوا منها كمان للحفلات. الشقة 355 متر مربع، تراس 150 متر مربع مع جاردان، أربع غرف نوم، اثنين منهم ماستر بدروم، خمس حمامات، اي سي سنترال، شوفاج، اثنين باركينج، كاف 60 متر، وسعرها مليون و100 ألف دولار. العقارات هي دائما أفضل استثمار، بس حاليا فينا نقول إنه الوضع منه ثابت بالبلد، وخالق زعزعة بالقطاع العقاري وتردد العالم لشراء أي عقار أو شقة. عم نلاحظ قد ايه غلية أسعار العقارات بلبنان، وهالشي ناتج عن ارتفاع تكاليف أسعار البناء وزيادة أسعار الإسمنت والحديد بالتزامن مع انخفاض الدولار، وهيدا الأمر خلى هيدي المواد بشكل ملحوظ أكثر تكلفة، وبالتالي فقدان القوى العاملة هي قضية كبيرة، بما أنه معظم المهندسين اللبنانيين سافروا لبرات لبنان، فاضطروا أصحاب الشركات بزيادة معاشات المهندسين ب 30% حتى ما يفكروا يتركوا البلد، فهذا الغلاء بسبب حالة قلق عند الناس، وأكيد ممكن يخلق جمود على صعيد السوق العقاري. ومع هالخبر منكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بونسوار. Thank you.